ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الحبيب صلاة تشرح بها صدورنا، وتيسر بها أمورنا، وتقضي بها حاجاتنا يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها الأحبة، كان الحديث في الجمعة الماضية عن فضائل هذا العشر الذي أكرمنا الله عز وجل ببلوغه، وعن أهم الأعمال التي ينبغي على المسلم أن يعملها في هذا العشر. وكما رأيتم، مر أكثر هذا العشر ولم يبق منه إلا 4 أيام و3 ليال، أو 4 أيام و3 ليال، ولم يبقى إلا القليل. ولمن أحب الاستدراك، أيها الأحبة، أذكر بموجز ما ينبغي فعله في هذا العشر، وهي 3 أمور ذكرتها في خطبة الماضية. أولها أن يترك المؤمن الحرام، وهو آكدها وأعظمها، أن يترك الحرام في هذه الأيام وهذه الليالي، بقول الله سبحانه وتعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والأمر الثاني أن يعتني بفرائض الله، وخصوصا الصلاة، أن يحافظ عليها في أول وقتها، وأن يحضر قلبه مع الله عز وجل فيها، أن يؤديها بخشوعها وحضورها مع الله. الأمر الثالث أن يكثر من النوافل، وقد ذكرتكم ب6 نوافل، أسأل الله عز وجل أن يعيننا على التقرب إلى الله بها، وهي تلاوة القرآن. وكنت قد رأيت اليوم أحد الشباب، سألته: أين وصلت في ختمتك لهذا العشر؟ قال: بقي منها 5 أجزاء، ولكن بقي من الختمة الثانية. يعني هو أنهى ختمته الأولى وبدأ بختمة جديدة، وبقي منها 5 أجزاء. والبعض قد سألته قبل يومين لم يبدأ بتلاوة شيء من القرآن، هذا فاته خير كبير، فليحاول أن يستدرك فيما بقي من أيام وليال مباركات يضاعف فيها الأجر والثواب. ونوافل الصلوات، الحفاظ أقل الدرجات على 12 ركعة في اليوم والليلة، وكذلك الصدقة، وخصوصا على الوالدين والأرحام في هذه الأيام، وكذلك كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، وأهمها وآكدها وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير في هذه الأيام. أدنى الدرجات أن تحافظ على هذه التسبيحات دبر كل صلاة. وكذلك ذكرت نفسي وذكرتكم بالصيام، صيام هذه الأيام، وأقل الدرجات أن نحافظ على صيام يوم عرفة الذي يصادف يوم الاثنين، اللهم اجعلنا فيه من المقبولين. والأمر الأخير الذي ذكرتكم هو قيام الليل، وأقلها، أيها الأحبة، أن يقوم المرء ولو بركعتين يقرأ فيهما 10 آيات تقربا إلى الله. أيها الكرام، هذه عبادات مهمة، وتزداد أهميتها في المواسم والمناسبات التي يعظم فيها الأجر والثواب. واليوم، أيها الأحبة، أدلكم على عبادة من العبادات العظيمة التي يتقرب فيها إلى الله، وهي عبادة من نوع آخر غفل عنها الكثير من الناس، وهي قربة عظيمة لا تقل قدرا عن التقرب إلى الله بالصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقة وغير ذلك. ينال بها صاحبها أعلى رتب الدنيا والآخرة،
بل لعلها، وأسأل الله عز وجل أن تكون سببا في دخوله الجنة وتبوئه أعظم درجاتها يوم القيامة. هذه العبادة هي عبادة الحب في الله سبحانه وتعالى، التقرب إلى الله بالحب في الله، والحديث عنها طويل ويحتاج إلى تفصيل، ولعلي أذكر ذلك إن شاء الله في خطب لاحقة، وهو أمر مهم، ولكني أذكر اليوم أيها الأحبة بجزء بسيط من هذه العبادة، وهي ثمرات من يفعل هذه العبادة. ما هي الثمرات التي يجنيها في الدنيا والآخرة؟ يعني عندما يحب الإنسان العبد، حينما يحب عبدا لله ولأجل الله وتقربا إلى الله، يحبه لا لدنيا، لا لمال ولا لجاه ولا لمنصب ولا لخلق أو خلق، إنما يحبه لله. يعني أنا أحبه لأنه يطيع الله، لأنه يتقرب إلى الله، أتقرب إلى الله بحبي له. ما هي الثمرات التي تجنيها؟ حينما تتخذ أخا أو أكثر لله تحبهم في جناب الله. هناك ثلاث ثمرات أيها الأحبة نجنيها في الدنيا. طبعا ثمرات المحبة في الله عظيمة وكثيرة، أذكر منها ثلاثا يجنيها العبد في الدنيا. الأولى من هذه الثمرات أن تنال وبشكل أكيد وجازم محبة الله عز وجل لك، أن يحبك الله. لو تصفحنا آيات القرآن أيها الأحبة لوجدنا الله عز وجل أنه ذكر في كتابه 11 صنفا من الناس أعلن بمحبته لهم. والله يحب، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله يحب الصابرين، آيات 11 صنفا كلها ذكر الله عز وجل أنه يحب أصحابها أو من يعمل بهذه الصفات. لكن حينما تحب أخا لله لا تحبه إلا لله، حينها تجب لك محبة الله. والحق أن الله عز وجل بفضله وجوده وكرمه أوجبها على نفسه وذاته العلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، هذا الحديث القدسي، وجبت محبتي. في هنالك أوضح من هذه الكلمة؟ وجبت محبتي للمتحابين فيا. الله يحب الطرفين بقدر حبهما لبعض لله. وجبت محبتي للمتحابين فيا، وجبت محبتي للمتجالسين فيا، وجبت محبتي للمتزاورين فيا، يزور بعضهم بعضا، وجبت محبتي للمتباذلين فيا. اللهم ارزقنا حبك، أن يحبك الله سبحانه خلال عمل بسيط، أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله. وفي الحديث أيها الأحبة أن رجلا زار أخا له في قرية، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، أرسل له ملكا بصورة إنسان، فقال له أين تريد؟ قال أريد أن أزور أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عنده من نعمة تربها؟ يعني هل عندك أو لك عنده مال تستثمره؟ قال لا، غير أني أحبه لله وأحب أن أزوره لله. فقال له الملك، فإني رسول الله إليك، أن الله أحبك كما أحببته فيه. زيارة، أن الله أحبك كما أحببته فيه. واعلموا أيها الأحبة أنه كلما زاد حب الأخ لأخيه في الله كلما ازداد حب الله له، كما ورد في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم،
ما تحاب اثنان في الله، ما تحاب اثنان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. كان أحبهما إلى الله أو أحبهما إلى الله هو من كان شديد الحب أو أشد حبا لصاحبه. يعني كلما زدت إكراما وبرا ووفاء مع هذا الإنسان الذي تحبه لله كلما زاد الله عز وجل في حبه لك. إذن أيها الأحبة، أول ثمرة تجنيها من هذا الحب أن يحبك الله عز وجل. والثمرة الثانية، إذا أحبك الله وضع الله لك القبول في الأرض، صرت محبوبا عند خلقه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله، إذا أحب الله العبد نادى جبريل، يا جبريل إني أحب عبدي فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، جبريل يحبه، فيحبه جبريل سيد الملائكة الروح الأمين، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماوات، يا أهل السماوات إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض ببركة حب الله له. ومن أين تنال حب الله؟ بشكل أكيد أن تحب أخا لله لا تحبه إلا لله. والفائدة والثمرة الثالثة بعد حب الله والقبول في الأرض إكرام الله عز وجل لهذا الأخ الذي يحب أخاه لله، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد، ما من عبد أحب عبدا لله إلا أكرمه الله عز وجل. سيكرمك الله لا محالة. قد يكون الأخ يحب أخاه ولكن محبة فطرية أو محبة جبلية، يحبه لأجل أخلاقه، لأجل سلوكه، لأجل أنه صنع معه معروفا. المطلوب هو أن تحب لله، لله يا رب أنا أحبه لأجلك، أتقرب به إليك، حينها يحبك الله سبحانه ويكرمك الله. ما من عبد أحب عبدا لله إلا أكرمه الله. أكرمه الله عز وجل في إيمانه، يزيد في إيمانه، أكرمه الله بعلم نافع أو بعمل صالح متقبل، أو أكرمه الله عز وجل بسائر صنوف النعم، النعم. إذن أيها الأحبة، ثلاثة ثمرات لمن يحب أخاه في الله: أن يحبك الله، أن يوضع لك القبول في الأرض، وأن يكرمك الله عز وجل بإكرامه وجوده. هذه ثلاث في الدنيا، وإليكم ثلاثة في الآخرة يجنيها هذا الرجل الذي يحب أخاه في الله، أو هذه المرأة التي تحب أختها في الله. أما في الآخرة فأهم هذه الثمرات والتي يطمح كل عبد أن ينالها هي الاستظلال بظل الله سبحانه يوم القيامة. أيها الأحبة، سنأتي يوم لا محالة، ولعله أن يكون قريبا جدا، كما قال ربنا سبحانه: سيأتي علينا يوم نجتمع فيه كلنا مع آدم عليه السلام، مرورا بذريته مع آخر عبد قامت عليه يوم القيامة. سنجتمع في صعيد واحد مليارات من البشر، ومعنا خلائق الله الأخرى، وتدنو الشمس من الرؤوس، ويكاد العبد يختنق من شدة الأنفاس وكثرة العرق. لا ظل من ذلك الحر الشديد إلا ظل الله. تصور نفسك أنت أيها الأخ المحب لأخيك لله أن ينادى عليك يوم القيامة والمنادي هو الله، يقول الله سبحانه: أين المتحابون في جلالي؟ يقومون: اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ما أعظمها من كرامة ينجيك الله بها من أهوال يوم القيامة، من ذلك اليوم
الذي طوله 50,000 سنة. 50,000 سنة وأنت تستظل في ظل الله سبحانه. هذه 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابان في الله اجتمعا على الله وتفرقا على الله. أيها الأحبة، هذه ثمرة عظيمة تتطلب من كل أخ منا أن يستكثر من الإخوة في الله، يحبهم في الله ويحبونه في الله. عسى الله عز وجل أن يكرمنا بهذه الثمرة، الاستظلال في ظل الله يوم القيامة. الأمر الثاني، عظيم المنزلة عند الله لهؤلاء المتحابين في جلال الله وقربهم منه ومحبة ومجلسهم من الله سبحانه يوم القيامة. أين يجلس هؤلاء المتحابون يوم القيامة؟ اسمعوا أيها الأحبة هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن سيدنا أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء بقربهم ومقعدهم من الله. الأنبياء والشهداء يحسدونهم حسد غبطة بقربهم ومقعدهم من الله. قال: وفي ناحية القوم أعرابي، فجثى هذا الأعرابي على ركبتيه وألوى بيديه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يريد: انتبه إلي يا رسول الله، أريد أن أسألك سؤالا. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا الأعرابي: يا رسول الله، ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء، حلهم لنا يا رسول الله، أي صفهم لنا، ما هي صفتهم؟ يقول أبو مالك الأشعري راوي الحديث قال: فرأيت البشرة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله، زيدوا نبيكم صلاة. اللهم من صلى على رسولك في هذه الساعة فأره البشرة في وجهه يوم القيامة. صلى الله عليك يا سيدنا ويا حبيبنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: هم عباد من عباد الله من قبائل شتى، لم يكن بينهم أرحام يتواصلون بها، ما في قرابة، ولا دنيا يتباذلون بها، تحابوا في الله وتصافوا بالله، تحابوا من أجل الله. يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها أمام الخلائق كلهم، يضع لهم منابر من نور فيجلسهم عليها. كل أخوين متحابين يجلسهم على هذا المنبر، الناس ينظرون إليهم، حينها يندم من لم يتخذ أخا يحبه لله. قال: يضع لهم منابر من نور فيجلسهم عليها، ويجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا، يفزع الناس ولا يفزعون، هم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيعجز الأخ منا أن يتخذ أخا يحبه لله، يؤدي فيما بينه ما يجب للأخ على أخيه وما يحق للأخ على أخيه؟ وهذا إن شاء الله سنفصله في خطب أخرى. ولكن أيها الأحبة، إنه الاستظلال في ظل عرش الله وفي ظل الله يوم القيامة يحتاج منا أن نبذل ما نملك وقصارى ما نملك من أجل أن نتخذ أخا نتعاهد معه على المحبة في الله، وإنه منابر النور التي نسأل الله عز وجل أن يحشرنا عليها، أن يجلسنا عليها يوم القيامة. والأمر الثالث أيها الأحبة، من ما يناله العبد من محبته لأخيه، قالوا: الرجل بمحبته لأهل الخير لصلاحهم واستقامتهم يلحق بدرجتهم
وإن قصرت أعماله عن أعمالهم وجهده عن جهدهم. أحيانا الإنسان يحب أخا له في الله، وهذا الأخ ما شاء الله قطع أشواطا في القرب من الله سبحانه، فله منزلة عالية جدا في الآخرة. هذا الأخ يحبه لله، ولكن أعماله مقصرة عن أعمال هذا الإنسان، فببركة هذا الحب لله يلحق بدرجته يوم القيامة. والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم، قالوا يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب القوم ولم يلحق بهم، يعني أعماله ليست كأعمالهم، يعني هو يحاول أن يجهد ويجتهد في سبيل أن يصل إلى درجتهم وأعمالهم ولكن لم يلحق بهم. قال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، المرء مع من أحب. انتهى الموضوع، المرء مع من أحب. وإنا نشهد الله في هذه الساعة المباركة أن نحب الله ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وسائر إخوانه من الأنبياء والرسل، ونحب الصديقين، نحب سيدنا الصديق وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وآل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قولوا آمين. اللهم احشرنا معهم يوم القيامة وأكرمنا بدرجتهم في أعلى عليين من الجنة مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرارينا ومشايخنا وجميع من له حق علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله خير البشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. كما رأيتم أيها الأحبة أن هذا الباب من أسهل وأسرع الأبواب وصولا إلى محبة الله، هذا أسهل باب الحقيقة، ومن أسرع الأبواب لأن يحبك الله، بل لأن تستوجب، حط تحت خطين، تستوجب، وجبت محبتي، تستوجب بذلك محبة الله لك، وتنال بذلك أعلى الدرجات والرتب في الدنيا والآخرة. من الآن ليبحث كل أخ منا عن أخ يحبه لله، يحبه لله، يقيم فيما يقيما فيما بينهما ما يمتن هذه العلاقة وما يرضي الله عز وجل عنهما في هذه العلاقة من أعمال الخير. سجل فلان فلان فلان، إن شاء الله سأحبهم في الله وسأتواصل معهم وسأقيم وأمتن هذه العلاقة، عسى الله عز وجل أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة، ذكرت بموضوع في الجمعة الماضية والآن وبعد ظهور نتائج المفاضلة بالبكالوريا، أذكر أيها الأحبة أن أكرمنا الله عز وجل في هذا المجمع بمعهد الشام العالي، وهو معهد لا تقل رتبته عن رتبة الجامعة ومن يدرس في الجامعة، فشهادته مقبولة معترف بها، كذلك ينال به المسجل به ينال أيضا وثيقة يقدمها للتجنيد من أجل التأجيل، وتعلمون ما ضرورة هذا الأمر في هذه الأيام. لذلك أيها الأحبة، من كان عنده ولد أو من قرابته ليذكر بهذا الموضوع أن يسجل، يعني كثير منا بعد ظهور المفاضل يفكر بالبحث في الجامعات الخاصة، هناك دفع أموال وهنا أيضا هنالك دفع أموال من أجل التسجيل في المعهد، وإن كانت أقل بكثير مما عليه في الجامعات الخاصة، فنبادر في تسجيل أولادنا في عدة فروع وعدة يعني اختصاصات، كل بحسب رغبته، وندعم بهذا أيضا مسيرة التعليم في هذا المجمع. يعني هذا من نوايا الخير التي نفعلها إن شاء الله
حينما نقوم بتسجيل أولادنا وأبنائنا وقرابتنا في هذا المعهد، معهد الشام العالي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما، وقل ربي زدني علما. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم فرج الهم والغم والكرب عن أمة سيدنا محمد، اللهم ارفع البلاء والوباء والغلاء وسفك الدماء وتسلط الأعداء عن بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك، واجعلنا إخوة متحابين في جلالك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.